طبعا انا اريد اعقب على جزئيه حول الفنان احمد السقا بالبرنامج مال رامز. يعني جاي يسوي بمقلب بيه فشمر عليه افعى غير سامه، يمكن هي البول الاوروبيه او ارقم، يعني واحده من الافاعي غير سامه، فتصرف تصرف غير انساني، وللاسف صار هذا التصرف ترند. اقتلع راس الافعى، خلاها بحلقه هيك واقتلع راس الافعى، انه دا يثبت انه ممثل اكشن ومن هالحركات هاي، وهو عمل غير انساني ضد هذا المخلوق اللي هو مفيد للبيئه وغير ضار وغير سام، وسواه بقناه تلفزيونيه مهمه مثل الام بي سي. فاني بدل ما اقتلع راسه راح ابوسه بس.